اوعد بس شرح ارد على الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في حد محتاج شيء يعني يتفضل قبل ما ادخل واندمج في الشرح علشان ما يبقاش فيه تشتيت لحضراتكم بس. فلو في اي شيء انتم محتاجينه اتفضلوا وانا ارد على حضراتكم، عشان انا عارف اللي ممكن يبقى فيه تشتيت لبعض الناس، فانا مش عايز اشتت ولا حد. وانا هسيب وقت ان شاء الله باذن الله تعالى للاسئله واستفسارات لحضراتكم. مش هخرج من الفصل الا لما تكونوا كلكم يعني اشفيتوا ما في صدوركم من معلومات ومن اسئله باذن الله تعالى. تمام كده؟ فالمعرفه قدام حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم وانتوا اخبر بيها، بس احنا بننظم الموضوع علشان اوصل للاقتصاد المعرفي ثم نموذج التوظيف اللي احنا هنعرضه اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى. وهو حصر اليوم يعني لم يعرض من قبل، هو عرض بس في الندوه دي، يعني هو فكره مطروحه من الندوه دي. فلازم حضراتكم تعرفوا ان المعرفه عندي معايشه يوميه حياتيه في الواقع، وكذلك نتاج بحوث في المعامل او دراسات. لازم نفرق بين ثلاث حاجات مهمه عندنا، هي ايه المعرفه، هي ايه البيانات، هي ايه المعلومات، علشان الثلاثة دول هم مرتبطين ببعض وهما نتاج لبعض، هيوصلوني بعد كده الى اقتصاد معتمد على البيانات والمعلومات. فخلينا ندخل في النقطة اللي بعديها كده، هنبدأ ندخل في ايه هي البيانات وايه هي المعلومات وبيوصلوني لايه، علشان اوصل لفهم المعرفة وازاي المجتمعات دلوقتي بتبص للمعرفة هي القوة عندي وهي الاقتصاد المعرفي. البيانات عندي زي ما بقول لحضراتكم هي مجموع، هي مادة خام عبارة عن أرقام، عبارة عن كلمات، عبارة عن صور ورموز يمكن الوصول للاستفادة منها. يعني أنا هوصل لبيانات معينة، البيانات دي هتوصلني أرقام أو تحليلات أو غيره. بعد البيانات دي علشان توصل لمعلومات لازم تحلل، يعني المعلومات بتحلل هذه البيانات، يبقى أنا عندي أول خطوة عندي لازم يتوفر بيانات. تاني خطوة البيانات دي يتم لتوصيفها بشكل كمي وتحليلي علشان توصل لمعنى هذه البيانات. يعني زي ما بقول لحضراتكم لو أنا اديتك مجموعة أرقام بدون ما أوصف لك هذه الأرقام لن تصل إلى حضرتك بشكل مفهوم، وبالتالي هيبقى فيها الشغل مبطول، وده اللي احنا مفروض نعمله في البحث العلمي. عندي بيانات طلعتها معلومات، هل كده انا وصلت للمعرفة؟ ما وصلتش للمعرفة. ليه؟ لو انا لم استخدم هذه المعلومات والبيانات بطريقة كاملة وتصور وفهم واضح في مجال معين، يبقى انا كده ما وصلتش للمعرفة. وعلشان كده احنا بنعاني في الوطن العربي، وسامحوني من اللي هقوله، احنا بنعاني من ابحاث ومعلومات كثيرة ولكن لا يوجد عندنا معرفة، لأن المعلومات دي لم يستفاد بيها بشكل كامل ولم تتصور في مجال معين أو لم تخدم في مجال معين، أصبحت حديثة المكتبات. فدي نقطة لازم نحددها علشان نوصل للمعرفة. فدي أول نقطة لازم نتكلم عليها، بيانات معلومات معرفة. يبقى أنا بياناتي لو صحيحة يبقى المعلومات بتاعتي صحيحة، يبقى المعرفة بتاعتي اللي هتطبق في الواقع صح، وهو المجتمعات المتقدمة تقوم بهذا الأمر. طب ايه بقى بعد كده؟ بعد كده هنتنقل لنقطة تانية اللي احنا انواع المعرفة بتاعتي. انا عرفت ان المعرفة مستندة الى بيانات ثم معلومات ثم معرفة، بوصل في مجال معين لمعرفة ما وتفوق فيه او اقدم حلول في المجال ده المشكلات فيه وهكذا. تمام كده؟ انا بحاول اختصر الجزئية دي بشكل كبير علشان لا تصيبوا بالملل، بس عندي الابحاث والمصادر زي ما عرضتها قدام حضراتكم. لو في اي حد محتاجها هرفعها على دروب بوكس ان شاء الله باذن الله تعالى، وعمل لكم على حساباتي الشخصيه شير ليها باذن الله تعالى. علشان بقى اعرف المعرفه وهستفيد منها ازاي وهوظفها في البحوث ازاي وهوظفها بعد كده في المرحله الجايه في الاقتصاد المعرفي ازاي، لازم اعرف انواع المعرفه المقدمه لي. ودي ممكن تبقى جديدة على كتير من الناس. المعرفة هي ايه؟ هو عارف ان المعرفة معينة هو معرفة. لا، في تصنيفات كتيرة أبحاث ودراسات سابقة أشهر حاجات اللي هم عرض قدام حضراتكم. في تصنيف اللي هو بيقول لك إن المعرفة أنواعها ترتكز على أربع أنواع، هي رقم واحد قدام حضراتكم. رقم واحد قدام حضراتكم اللي هي بيقول لك معرفة الأغراض
والمعرفه الادراكيه والمعرفه السببيه والمعرفه الادراكيه. خلوني يعني هقول لحضراتكم سريعا تعريف لكل واحده منها، وفي بحث بنصح بيه يعني، والبحث ده جميل جدا، اسمه دور اقتصاد المعرفه في تحقيق النمو الاقتصادي مصر نموذج ليها. هما ده البحث كده، هو هعارض فيه الموضوع اللي انا بكلم حضراتكم فيه اللي هو انواع المعرفه بتفاصيلها، ومراجع فيه كل هذه التفاصيل عشان لو ترجعوا ليه ان شاء الله. انواع المعرفه طبقا للتصنيف الاول اللي هي بيقول لك اللي معرفه الاغراض، يعني المعرفه مبنيه على سؤال مهم في معرفه الاغراض اللي هو بيقول لك الاهتمام بماذا؟ انت هتهتم بايه؟ يعني انا هتعرف على معلومات او هتعرف على معرفه ما لغرض ما. عندي مشكله في الطرق، يبقى انا محتاج بحوث تعرفني وتوصلني لحل هذا، يبقى انا كده مهتم بمشكله حل الطرق والازدحام. فده اول حاجه اللي هي معرفه الاغراض. ثاني حاجه عندي المعرفه السببيه، النوع الثاني، معرفه لماذا؟ يقول لك، وده السؤال، انا برد على السؤال وبحاول اختصر ده يعني علشان يبقى مبسط قدام حضراتكم، اللي هي معرفه لماذا؟ انت ماذا هتتعرف؟ فده السؤال في المعرفه السببيه، يعني سبب لهذه المعرفه. زي ما الدكتوره غاده تفضل. المعرفه الادراكيه معرفه ماذا؟ يعني انا ادرك المعرفه لماذا؟ فماذا هعرف؟ لازم احطه. وعلشان كده التصنيفات دي نقدر نطلع منها افكار بحثيه كتير جدا طبقا لكل نوع من هذه المعرفه. يعني لما نوصل لاخر السيشن النهارده باذن الله تعالى هتلاقوا الحاجات دي انا اقدر استثمرها في افكار بحثيه في الاقتصاد المعرفي. يبقى انا بقدم الاقتصاد المعرفي طبقا لنوع من المعرفه وليس المعرفه بشكل عام. اخر حاجه المعرفه الاجرائيه، وهي معرفه كيف، يعني مجموعه اجراءات هتوصلني للمعرفه. ده التصنيف الاولاني قدام حضراتكم طبقا لاربع حاجات. التصنيف الثاني هو مصنف لاربع حاجات، والاربع حاجات اللي هو مصنف ليها اللي هو بيقول لك المعرفه المرمزه والمعرفه الذاتيه والاجتماعيه والمجسده. برضو نفس الكلام هنقول كل واحده بيتكلم عنها ازاي. المعرفه المرمزه هي ترميز لبعض الحاجات زي البيانات اللي جايه مننا، مرمزه لحاجات معينه والترميزات دي هتوصلني لمعرفه ما. ودي نقطه مهمه هم بيسموها هي معرفه قائمه او رسميا مع محتوى صحيح، محتوى عنده صحيح. المعرفه الذاتيه وهي المعرفه المتولده لدى الافراد، يعني انا شخصيا، وده اللي هنتعلمه النهارده ان شاء الله باذن الله او نحاول نوصل له، اللي انا بتعلم مدى الحياه زي المسمى كده. بتعلم مدى الحياه ليه؟ مدى اكتمال وغيره. والمعرفه الذاتيه هي معرفه الافراد ومن ضمن التصنيفات في انواع المعرفه. من الخبره دكتورتنا عزيزه مريم قالت المعرفه اللي فيها، ودي متولده طبقا لروابط وقيم مش المجتمعات، يعني معرفه اجتماعيه طبقا لخبره المجتمع نفسه والقيم المشتركه بيننا وبين بعض في المجتمعات. ودي برضو نقدر نعمل فيها ابحاث كتير وافكار كتير. المعرفة المجسدة، ودي بتجسد في بعض المجالات، بتظهر لي بقى تجسيدة في بعض المجالات وبعض الفروع العلمية. ده التصنيف الثاني سريعا. التصنيف الثالث هو مقسمها لنوعين من المعرفة، المعرفة الظاهرية والمعرفة الضمنية. والمعرفة الظاهرية ودي بيقول لك هي المعرفة المواصلة أو الموظفة اللي تعبيرها وكده ونقلها للاخرين ونشرها بينهم بسهوله. يعني انا عندي معرفه بحاول انقلها لكم عن طريق وسائل التعليم زي ما احنا عاملين دلوقتي، دي معرفه منقو قيمه علميه بيعرف. المعرفه الظاهريه دي طبقا لتخصصه او طبقا لخبراته هو بيبدا ينقلها بشكل ظاهر وبشكل مفيد للناس. المعرفه الضمنيه ودي اللي هي مبنيه على الخبرات الشخصيه والقواعد البديهيه وغيره وغيره، تمام كده؟ كل الحاجات دي هتلاقوا التصنيفات كلها هي بتخدم بعضيها، يعني او التصنيفات كلها ما هي الا كلها تدفلك
كل شخص او كل باحث قدمها شكل او بمسمى تاني. اخر نوع عندي وبعد كده هننتقل لموضوع تاني علشان نقرب اكتر الاقتصاد المعرفي والتعليم الالكتروني، اللي هي المعرفه او التصنيف الرابع للمعرفه الدائمه والابتكاريه، اللي هي النوع الادنى من التصنيف، المعرفه اللي بيستخدم في العمليات الانتاجيه واداره العمليات الصناعيه، يعني معرفه اللي انت تقدر تدور عمليه انتاجيه. بيقول لك المعرفه المتقدمه طبقا لهذا التصنيف هو ميزه معرفيه اضافيه، يعني كل واحد مننا عنده معرفه متقدمه عن الاخر، يعني ميزه اضافيه، ودي اللي بتدي له تفوق عن الاخر. انا مثلا متفوق تكنولوجيا، في دكتور غيري لا، فدي بتبقى معرفه اكتر، ودي بيسموها المعرفه المتقدمه. بيكون المؤسسه اللي هي في شكل التنافس، المؤسسه دي ناجحه عن دي علشان دي عندها ميزات او معرفه متقدمه تخليها في التنافس اقوى، وهكذا. على المستوى الشخصي نفس الكلام. اخر حاجه واعلى حاجه عندي دقه للتصنيف الرابع اللي هي المعرفه الابتكاريه، والمعرفه دي هي يعني بوصل اللي انا بنفرد عن من حولي بالابتكار او بالفكر الابداعي. انا عندي قدر اخد البيانات المعلومات ابدا احللها واطلعها، ليست معرفه معرفه ابتكارية. فاختلفت عن ده بوصل له كابتكار او كمتفوق او كم اللي انا طبعا كتير، بس عايز اقول ان انا اوصل لانواع هذه المعرفه اللي هتساعدني بعد كده في الاقتصاد المعرفي وغيره وغيره. وهنتنقل دلوقتي لنقطة تانية اللي هو الهرم المعرفي. والهرم المعرفي مبني على فهمي للمعرفة جيدا، ومبني على فهمي لأنواع هذه المعرفة. الهرم المعرفي طبقا للبحوث والدراسات مقسم بالشكل اللي قدام حضراتكم، واللي هو المفروض يوصل بسقف عند البيانات ثم المعلومات ثم المعرفة ثم الحكمة والابتكار. ده الهرم المعرفي، وده مهم جدا جدا. عندي بيانات صحيحة، يبقى بالتالي أنا عندي معلومات صحيحة، وبالتالي هذه المعلومات استخدمتها بطريقة كاملة وطبقتها في الحياة وغيره، وصلت المعرفة وأصبحت أمتلك المعرفة. لو حللت المعرفة ووصلت للإبداع والقرار هوصل للحكمة. لو بصيت على الجوهر من الهرم هتلاقي إن البيانات والمعلومات تحتاج للاهتمام علشان توصل المعلومات بشكل توصل للمعلومات بشكل صحيح، فلازم اهتم بكل ما يقدم من بيانات ومعلومات. علشان كده صاحب القرار لان عندي كاحس بيانات مغلوطه لن يستطيع التطوير، لن يوصل للمعرفه. بعد عشان اوصل ليها بعد كده باخد القرار لحل المشكله، باخد القرار لهذه النقطه علشان اوصل للحكمه او اوصل لسقف المعرفة في اللي أنا أطبقها في حياتي الواقعية بشكل مفيد. ده الهرم المعرفي طبقا للي لسه متكلمين عليه علشان أوصل لإيه. هنتنقل لنقطة تانية في تحليلنا لموضوع المعرفة ومجتمعات المعرفة عشان نوصل للاقتصاد المعرفي ثم لتوظيفه مع تكنولوجيا التعليم أو التعليم الإلكتروني. هنبدأ ندخل في مجتمع المعرفة. أنا عندي معرفة بدأت تنقلني هذه المعرفة الى مجتمع معرفي، والمجتمع المعرفي لازم نعرف هو ايه، علشان هتلاقي حضراتكم دلوقتي وانا بشرح هتلاقي في مجتمع المعرفه ونشاطات النشاطات المعرفيه كل واحد من حضراتكم هيلاقي نفسه في نقطه، او هيلاقي نفسه طبقا لتخصصه بيساعد في مجتمع المعرفه، وبالتالي هو مؤثر في الاقتصاد المعرفي. مجتمع المعرفه هنتعرف على تعريفه سريعا، ايه مكوناته، ايه النشاطات المعرفيه اللي بتحصل في اي مجتمع معرفه، وايه نموذج المعرفه بتاعي في المجتمع، بيبقى ظاهر ازاي النموذج بتاع المعرفه اللي الشخص عشان يوصل للمعرفه في المجتمع يقدر يوصل. خلينا نعدي سريعا كده، بس قبل ما ادخل الصوت تمام، اي حد عنده اي مشاكل معلش انا بقف كل وقت كده اتاكد علشان يبقى منتبه للناس معايا باذن الله تعالى. تمام. مجتمع المعرفة، عشان أقول لكم اللي أنا مش بقول حاجة جديدة، مجتمع المعرفة ما ظهرش النهاردة، علشان بعض الناس للأسف بتبقى ظنة المسميات دي علشان ظهرت، دي ظاهرة من
من زمان، لا ظهر من 1973 طبقا للبحوث. مجتمع المعرفه وصل على يد العالم دانيال بيل ده من 1973 وبدا يطرح، وبدا يطرح. انا مش عايز ادخلكم في تاريخ المجتمع المعرفه، هو ظهر بعد التحول الاقتصادي من اقتصاد صناعي قائم على الصناعه ويرتكز على انتاج السلع وتسويقها، الاقتصاد معرفي قائم على المعرفه يركز على انتاجها وتطبيقها. شفتوا بقى ظهر منين؟ يعني مش ظهر من دلوقتي مجتمعات المعرفه، لا ظهر مع تحول الاقتصاد. بدل ما الاقتصاد كان تركيزه كله على انتاج السلعه وخلاص وتسويقها، لا هو بدا الاقتصاد حاليا ومن قديما اللي هو يركز على المعرفه، يعني يركز على الجانب البشري، يركز على ازاي الجانب البشري هينتج ده ويطبقه، فيبدا على راس المال البشري. ده من 1973. في تعريف اخر ليها، وده طبقا للبرنامج الاممي 2003، هو مجتمع يقوم اساسا على نشر المعرفه وانتاجها وتوظيفها بكفاءه في جميع مجالات النشاط المجتمع. هقف عن هذا التعريف احلله بس، علشان بعض الناس ساعات بتختلف معايا في النقطه دي، يقول لك احنا عندنا معرفه. تمام، احنا عندنا معرفه، بس لو جينا مسكنا اي معرفه نمتلكها على المستوى الشخصي وعلى مستوى الجامعات وعلى مستوى المجتمعات بتاعتنا، لازم نمشي هذا التعريف عليها والتحليل. اولا، هل احنا انتجنا هذه المعرفه؟ لو انتجناها يبقى احنا كده اول تشيك ليست احنا بننتجها. هل بنقدر هذه المعرفه اللي توصلنا ليها من بحوثنا ودراساتنا بنقدر نوظفها بكفاءه في مجال او النشاط المجتمعي من حولنا؟ لو قدرنا الحاجتين دول نطبقهم على اي معرفه، هنعرف هذه المعرفه هل هي معرفه حقيقيه ام معرفه اعلاميه، علشان دي نقطه من النقاط اللي فيها مشكله. معظم المعرفه الموجوده حاليا، وسامحوني في اللي هقوله، بتبقى معرفه اعلاميه للشهره، بس تيجي تحللها صح هتلاقي مفيش توظيف ليها، انما هي معلومات او فقاعات المجتمع مش مستفيد منها، وبالتالي لن تفيد. حتى الشخص نفسه حامل هذه المعرفه غير مستفيد منها على مستوى الشخص، يعني لا ترقي من اخلاقه، لا ترقي من معارفه، لا ترقي من مهاراته، فهو حديثه اللحظه زي مقفوله في صندوق. فبالتالي لازم اي معرفه نطبق عليها هذا التعريف علشان نوصل الى تنميه انسانيه او تنميه بشريه جيده. فدي نقطه من النقاط في التعريف. خلونا نجري شويه ونشوف ايه مكونات المجتمع المعرفي او مجتمع المعرفه. وهقول لحضراتكم دي بقى كل واحد فين مننا، يعني كل واحد في المجتمع المعرفي هنا فين. انا عندي اول حاجه البنيه التحتيه. اي مجتمع معرفي عشان ينجح لازم يكون في بنيه تحتيه قويه. بنيه تحتيه قويه من اول البنيه التحتيه الخاصه بالميه وغيره لحد التكنولوجيا الانترنت وغيره. اي بنيه تحتيه هتساعدني في الابتكار وتساعدني في المعرفه. عشان كده البنيه التحتيه اذا كانت غير صحيحه فمجتمع المعرفه به خلل. ثاني حاجه السكان، والسكان دول نقطه مهمه. هل السكان متعلمين ام عندهم نسبه اميه، ام متعلمين ودي سامحوني فيها برضو ولا يطبقوا ما تعلموه فاصبحوا مثل الاميين واسوأ، ودي نقطة من النقاط المهمة. فعندي كده السكان، التعليم، ودي النقطة اللي هنقف عندها كتير. التعليم هو من المكونات الأساسية في مجتمعات المعرفة لأنه ينتج معرفة. وعلشان كده حضراتكم أكيد سمعتوا عن الكلام اللي أنا أقوله، مخرجات التعلم. مخرجات التعلم دي نقطة مهمة جدا جدا. مخرجات التعلم هي التي تخرج معرفة. المعرفة متمثلة في مخرج التعلم في الطالب الذي يخرج منه. فالتعليم ده نقطة من النقاط المهمة جدا، ونقطة من الشغل المهم اللي بيشغلنا كلنا واللي موجود فيه حضراتكم كلكم فيه منغمسين كأعضاء هيئة التدريس وغيره، اللي أنا بشتغل على التعليم عشان أنتج معرفة تطبق على الواقع ويخرج يستفيد منها مخرج التعلم اللي هو الطالب. في حاجتين بقى عندي اللي هو الابتكار والاقتصاد، ودول نقطتين مهمين. الاقتصاد يصب في المجتمع اللي هو بيصب الجانب المادي او الجانب المالي، والابتكار يصب في المجتمع اللي هو بيعالج لي المشاكل ويعالج لي
من الابتكارات الجديده وغيره، وده اللي احنا بقى يعني نهتم بيه في المجتمعات العربيه اللي بقى عندنا مبتكرين ومتفوقين وغيره. فده مجتمع المعرفه. السؤال دلوقتي، اين انا من مكونات المجتمع المعرفي؟ لازم كل واحد من حضراتكم يجد لنفسه مكان في هذا المجتمع. اذا لم تجد، انا ما بتكلمش على المجتمعات العاديه، انا بتكلم على مجتمعات المعرفه. اين انت؟ هل انت راجل متخصص في الاقتصاد؟ هل انت راجل متخصص في البنيه التحتيه والتكنولوجيه؟ هل انت من السكان العاديين؟ يعني ممكن يبقى ناس حاضرين معايا من السكان العاديين، الطالب ده ساكن عادي عشان ده المخرج، ممكن يبقى موظف مش ملوش، فده من السكان العاديين. هل انت من القائمين على التعليم والتعلم؟ هل انت القائمين على المتفوقين والابتكار؟ فلازم كل شخص مننا يعرف مكانه فين، وبالتالي هيعرف هو في ايه في انتاج المعرفه. فدي اول حاجه نصارح بها انفسنا بعد ما تعرفنا على مجتمع. هنبدا ندخل بعد مجتمعات المعرفه في النشاطات المعرفيه داخل مجتمعات المعرفه. احنا قلنا مجتمعات المعرفه بيحدث ثلاث حاجات جوه مجتمعات المعرفه، وهو ده اللي بيبنوني بعد كده الاقتصاد المعرفي. توظيف المعرفه، نشر واكتساب المعرفه، توليد المعرفه. ودي برضو دعوه مصارعه، دي وصلت تطوير عشان اوصل ان انا امارس جميع النشاطات المعرفيه، ولا انا امارس بعضها وبعضها لا. فهنيجي عن توظيفها، تمام كده، او نيجي عند اول حاجه التوليد. معلش هنبدا باول حاجه التوليد، ازاي اولد المعرفه. عشان اولد المعرفه اول حاجه المجتمعات المتقدمه بتهتم بيها البحث العلمي، وسامحوني البحث العلمي الصادق وليس البحث العلمي لمجرد الحصول على درجه علميه. فمعلش انا يعني ممكن الناس بعض الناس تزعل مني، بس البحث العلمي غالبيته الذي يمارس في الوطن العربي هو يمارس للحصول على درجة علمية، أبقى حصل على الماجستير أو على الدكتوراه أو على الترقيات زي ما بيحصل معانا أستاذ مشارك أستاذ دكتور. فالبحث العلمي هو توليد للمعرفة، بس لو طبقنا عليه التعريف السابق في المعرفة اللي اتكلمنا في مجتمعات المعرفة، هل البحث العلمي يطبق في الحياة؟ هل البحث العلمي يحل مشكلة ما؟ فيبقى كده المعرفة قوية. من توليد المعرفة الابتكار، ننمي بداية في الابتكار الجديدة، وننمي اللي يبدعوا ويبتكروا. ما يبدأش قادر الطالب بيعرض عليا فكرة جديدة معالج لهم المعلومات ومعرفة وانا اصده او اوقفه، الغي شخصيته، فيبقى كده عملنا بتر لتوليد المعرفة بشكل ابتكاري وبشكل ابداعي. اخر حاجه الاسهام المعرفي، والاسهام المعرفي ده مع التكنولوجيا، هنبدا بقى نخش اهو في التكنولوجيا والتعليم الالكتروني. مع التكنولوجيا والتعليم الالكتروني بقى اي شخص مننا يستطيع ان يسهم معرفيا ولو بصوره عليها كلمتين او معلومات. انا ببسط لحضراتكم اهو، انا اقدر اسهم معرفي بمجرد مجموعه بوسترات برفعها على حسابي الشخصي في شبكات التواصل الاجتماعي، بمحاضرة زي دي، محاضرة زي دي إسهام معرفي، بحديث في قناة تعليمية إسهامي معرفي فيها، وهكذا. يبقى مستوى الشخصي أقدر أعمل إسهام معرفي كبير جدا. وعشان كده لو هنقارن الإسهام المعرفي الأجنبي أو الإنجليزي على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا وغيره، هتلاقي أكتر من لا نعي التجهيزات الحديثة اللي هي تساعدنا في انظر الى اسهامك المعرفي اللي هو قليل. زي ما قلت لحضراتكم، حضرتك تقدر معلومه بسيطه سطر، ده اسهام معرفي. وهذا ما يفعلوه، هذا ما يفعلوه في الدول الاجنبيه. شخص عنده مدونه بيكتب فيها وهي معرفي، حتى لو معلومات او بعض هذه المعلومات فيها خلط او غيره، بس يجي بقى بعد كده دور المتخصصين في فلتره هذه المعلومات. فده الاسهام المعرفي. لا تنتظر الحكومات ان تساعدك في الاسهام المعرفي. انطلق. شبكات التواصل الاجتماعي، التكنولوجيا الحديثه في
في تقنيات التعليم وغيره ساعدتني على الإسهام المعرفي، وبالتالي ساعدتني على توليد المعرفة. دي النقطة الثانية اللي بنادي بيها مع حضراتكم في الإسهام المعرفي. حضرتك أستاذة دكتورة فهتقدمي المعلومة صح، أنا مع حضرتك، بس هتلاقي في إسهامات أخرى، وده دورنا بقى كمتخصصين نعالج غير صحيحة. فهي دي النقطة، شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت فتح الإسهام المعرفي وغير الصحيح. دورنا كمتخصصين نقدم الصحيح ونعالج الخطأ، ودي ده دورنا في التفاعل معه. تاني عندي من النشاطات اللي لازم ممارستنا عليها اللي هي نشر واكتساب المعرفة. هل كل واحد مننا نشر معرفة أو اكتسبها؟ لازم يقيس نفسه، عشان كده يحتاج تدريب، يحتاج نقل المعرفة للآخرين واستعادها من قبلهم. يعني أنا ممكن أنقل المعرفة بس لازم أتأكد هل استوعبتوها ولا لأ، علشان هيبقى كده عندي شط أو شورت في أو قطع في جزء معين. يبقى أنا محتاج تعليم وتدريب على كيفية نشر هذه المعرفة وكيفية اكتسابها، بدورات بحضركم. يعني حضراتكم متكرمين عليا دلوقتي ومضيعين وقت من حضراتكم علشان تعرفوا ايه الموضوع الجديد ده او تعرفوا الموضوع، فدي لوحديها حاجة جميلة اللي انتوا عايزين تكتسبوا المعرفة. لو طبقناها على مستوى السيشن اللي بنقدمه يبقى انتوا حضراتكم بدأتوا تمارسوا هذا بدون معرفة، اللي دي من النشاطات المعرفية في مجتمعات المعرفة، اللي انتوا عايزين تكتسبوا معرفة جديدة، عايزين تشوفوا المعرفة دي هل صحيحة ولا لا، وتبدأوا تتناقشوا مع بعضكم وتتناقشوا معايا، يبقى احنا عندي النقطة دي محتاجة تعليم وتدريب. آخر حاجة في النشاطات المعرفية اللي هي توظيف المعرفة، وتوظيف المعرفة اللي هي توظيف المؤهلين ليها وتوظيف الإسهام المعرفي. كل الإسهامات المعرفية اللي موجودة دي هل وظفت في الحياة أم لا؟ ودي نقطة من النقاط المهمة. يعني أنا لو قدمت على قناة تعليمية خاصة بي مجموعة من المحاضرات كإسهام معرفي، هل وظفت هذه المحاضرات من قبل المستمعين في حياتهم، في حل مشاكلهم، في ترقية من شخصياتهم ومهاراتهم؟ كل دي نقطة مهمة. يبقى أنا لازم أوصل لتوظيف المعرفة، ودي اللي أنا بقول لحضراتكم بقى، إحنا ممكن يبقى عندنا توليد معرفة وممكن يبقى عندنا اكتساب معرفة، بس بنيجي عند التوظيف دي ولا تحدث، فتلاقي الأبحاث بتاعتنا حبيسة الأدراج وحبيسة المكتبات. فدي نقطة من النقاط في توظيف المعرفة لازم نتأكد منها، زي الممارسة، زي التطبيق، زي الدكتور بكر ما تفضل، وأخينا الكريم محمد دار الله تفضل برضو، اللي هي الممارسة. فالتوظيف ده نقطة مهمة جدا جدا لازم نفهمها. الجزئية دي هنرجع لها تاني مع النموذج، علشان الجزئية دي هتساعدني في النموذج اللي انا اطبقه مع التكنولوجيا، ازاي اولد المعرفه تكنولوجيا عن طريق التعلم الالكتروني وانشرها وهكذا. فكل ده ان شاء الله باذن الله تعالى. علشان كده بقول لحضراتكم كل محاور الورشه النهارده او محاور المحاضره النهارده هي تحليل لحاجات معينه عشان اوصل للنتيجه اللي احنا هنتكلم عليها في الاخر. هبدا ادخل على نموذج المعرفه، ونموذج المعرفه ده طبقا لتصنيف في الهند للحكومة الهندية، اللي هم عملوا نموذج للمعرفة تطبيقيا بقى. علشان اتعلم او اوصل للمعرفة واطبق مؤتمع المعرفة لازم يبقى فاهم يعني ايه مفاهيم المعرفة، وده اللي احنا عرضناه قدام حضراتكم او قمت بعرضه قدام حضراتكم. لازم اوصل للمعرفة واتعلم وصول للمعرفة ازاي، وده اللي هعرضه في النموذج مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله تعالى. وايه التطبيقات الابليكيشن بقى اللي بتساعدني في المعرفة وتنظيمها وغيره، وازاي انتج المعرفة. الاربع حاجات دول هنتكلم عليهم اكتر في النموذج، بس انا وريت لكم ده نموذج من النماذج الحكومية المطبقة علشان يوصل اللي هو يصنع انسان، يصنع انسان معرفيا. ولو عملنا تحليل للهند هتلاقوا الهند من اكبر الدول اللي بتنتج برمجيات في الكمبيوتر، ومن اكبر الدول اللي بتصدر قوة بشرية في التكنولوجيا للمؤسسات العالمية، بتلاقيها اللي ماسكينها هنود. التعليم الالكتروني، في الانفورميشن تكنولوجي، في حاجات كتير الهنود بداوا يطبقوا، علشان الحكومه بتاعتهم بدات تطبق في مجتمعات المعرفه من زمان ان هي تنتج مهاره بشريه. تمام كده؟
فدي نقطة. كتب كمان أنا ما اطلعتش على الكتب يا دكتورة، بس أنا بطلع على بعض النماذج وبعض الأصدقاء الهنود اللي طالع بقى بفكر جديد وطالع بشغل كتير جدا جدا بحثيا وغيره وغيره. هنبدأ ندخل في نقطة جديدة وهي الاقتصاد المعرفي. يبقى خلصنا المعرفة، خلصنا مجتمعات المعرفة بما تحمله من تعريفات وبما تحمله ممارسات، نوصل للاقتصاد المعرفي اللي هو أساس موضوعنا واللي هيساعدنا نوصل للنموذج. الاقتصاد المعرفي الناس هتقول هو جديد، هو مش جديد برضه. الاقتصاد المعرفي هو حاجة قديمة جدا، موجود من زمان زي ما قلت لحضراتكم، بس بدأ يظهر على أسطح البحث العلمي وغيره بسبب الحاجات اللي قدام حضراتكم دي. الاقتصاد المعرفي ظهوره بكثرة حاليا بسبب ثورة المعلومات، التطورات التكنولوجية، التطورات العلمية، رأس المال البشري، وده نقطة من النقاط المهمة في الاقتصاد المعرفي. انت عندك رأس مال بشري، الخبرات المتطورة، المعارف المتطورة، وتكنولوجيا الاتصالات وغيره اللي احنا بنعيشه. الاقتصاد المعرفي بدأ يظهر بسبب هذه النقاط. فالنقاط دي علشان كده هتلاقوا ايه؟ تطورات تكنولوجية وثورة معلومات وتكنولوجيا اتصالات، ودي النقطة اللي هننطلق منها اصلا، او اللي قائم عليها التعلم الالكتروني، هو قائم على تكنولوجيا اتصالات وتطورات تكنولوجية. وبالتالي الاقتصاد المعرفي جزء كبير منه يخدمه التعلم الايه؟ الالكتروني. تمام؟ هنبدأ ندخل على تعريف مبسط للاقتصاد المعرفي، وبعد كده نخش على النموذج بتاعنا. الاقتصاد المعرفي أول جزئية عندي الاقتصاد، هو الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة. يعني المعرفة هي اللي هتضيف في الاقتصاد. كان زمان، ودي الأبحاث، أنا قريت بحث من 10 سنين هقول لكم ملخصه سريعا، وكان يعني بحث في منتهى الروعة. كنا زمان المتحكم في الاقتصاد أو في السوق هو المال أو رأس المال، ودي للأسف إلى الآن بعض المؤسسات تعيش على الماضي، تقول لك الشخص ده يمشي هجيب 10 زيه. البحث يحلل هذه المقولة، البحث يحلل اللي الشخص اللي هيمشي مشكلة. ليه؟ كالتالي، هديكم مثال. أنا كشخص كمحمد شلتوت، أنا في كليتي الحالية مثلا، أنا جايب خبرات سابقة ومعارف وغيره وغيره، فعندي معرفة. المعرفة دي بدأت تزيد أكثر وأكثر في مكان الجديد في كليتي اللي أنا فيها دلوقتي، وبالتالي زدت معرفة أكتر وزدت تعامل أكتر وممارسة أكتر وفهمت أرجاء المكان. لو أنا مشيت أنا مش خسران، عشان بعض الناس بتفتكر هو اللي خسران، الشخص أو الهيومن أو البشر هو الخسران. لا، المؤسسة التي خسرت، المؤسسة رأس مال بشري أو رأس معرفي في الشخص ده. الشخص ده كسب معرفة من المكان اللي هو فيه، معرفة السابقة تعالت نتجت كبيرة، واحد فيه قيمة مضافة عنده، وبالتالي القيمة المضافة في المؤسسة عليه وهجيب 10. فدي ده أنا بتكلم في البحث ده، أنا قريه من 10 سنين، ده من 10 سنين بيتكلموا في النقطة دي. فاللي يقوم على المعرفة هي القيمة المضافة الأكبر فيها الاقتصاد المعرفي، علشان كده هو يقوم بفهم جديد وأكثر عمقا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع. يعني معرفة، عندك معرفة وعندك هيومن بشر قوية، يبقى عندك اقتصاد وتقدم مجتمعي قوي. وعشان كده الدول أو الدول هي بشري ليس مواطنين. هتلاقي معظم اللي موجودين مثلا في أمريكا ما عندهاش أصلا، ما عندهاش مواطنين، كل الناس ليها واستقروا وقدمت ليهم التسهيلات فأنتجوا، وبذلك طوروا الاقتصاد وطوروا المجتمع. يبقى المعرفة ليست شيء، إنما الجديد هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى نمط حياة الإيه؟ الإنسان. فدي الاقتصاد المعرفي ببساطة
وبانطلاق قدام حضراتكم بالشكل ده، اللي زي اقدر اقوم باقتصاد معرفي قوي في النقطه دي. ندخل اكتر واكتر ونتعمق في الموضوع عشان نفرق بين مسميين. في مسمى اسمه اقتصاد المعرفه، وده اللي هنتكلم عليه، وفي الاقتصاد المبني على المعرفه، وما الفرق بينهما في هذا الامر. تمام، ايه هو الاقتصاد المعرفه قدام حضراتكم، وايه الاقتصاد المبني على المعرفه؟ اقتصاد المعرفه هو القائم على المعلومات من الالف للياء، يعني يستمد كل تحركاته في من المعلومات. عندك معلومات صحيحه، عندك معلومات، هيبقى عندك اقتصاد معرفي قوي. طب ايه الاقتصاد المبني على المعرفه؟ الاقتصاد المبني على المعرفه اللي المعرفه هنا دورها خلق الثروه. يعني الاقتصاد المبني على المعرفه بقى اللي انا عندي معرفه وباني عليها اقتصادي، وبالتالي بخلق ثروه ليها. علشان كده احنا عندنا جزء جديد دلوقتي، او جزء قوي جدا، اللي هو بيع الافكار، او الافكار اللي بتجيب فلوس. انا ممكن يبقى عندي فكره، الفكره تجيب فلوس، زي الافكار اللي موجوده دلوقتي كانت افكار خلقت ثوره، زي الفيسبوك، زي واتساب. كل دي بنت اقتصاد بناء على المعرفه التي قدمتها. فدي نقطه لازم نفرق لها. في اقتصاد المعرفه هو قائم على المعلومات وبيقدم المعلومات عشان ينتج شيء معين، عشان يشتغل شيء معين، وهكذا. تمام، وهكذا. اما المبني على المعرفه هو انا هحقق منه غنى او ثروه. تمام كده. الاثنين، الاقتصاد فردي او جماعوي. هجاوب على حضراتكم في اسئلتكم، بس ادوني فرصه. انا بالظبط قدامي في حدود 10 دقائق او ربع ساعه وانتهي خالص من تقديم المعلومات اللي عندي، وبعد كده هستقبل من حضراتكم كل الاسئله ونبدا نعمل سؤال. انا من خبراتكم، يعني انا عارف كل شخص عنده معرفه وانا اريد ان اقتنصها باذن الله. هنبدا ندخل كده اكثر واكثر على ازاي احقق الاقتصاد في، ودي لازم قائمه بقى على الحكومات، وقائمه على المستوى الشخصي، وقائمه على الفهم، قائمه على حاجات كتير، ليس على فقط جهد فردي او جهد شخصي. اول حاجه عندي هيكله الانفاق العام لتعزيز المعرفه. ويعني ايه هيكله الانفاق العام؟ اذا لم يكون الانفاق العام الاكبر في اي دوله على البحث العلمي وتطويره، لن تكون هناك معرفه. وعلشان كده لما تيجي حضراتكم تشوفوا الدول المتقدمه، تلاقي الميزانيه الكبرى موجوده على البحث العلمي وانتاج المعرفه. دي نقطه لا خلاف عليها، مش كلام زي بقول لك كلام جرايد، كلام ابحاث، لا، هو ده الذي ينطلق منه، لان الابحاث زي ما قلت لكم، او المعرفه التي تخرج من الابحاث، هي التي تطور المجتمعات وتطور جميع الحاجات. تمام كده؟ فدي اول حاجه. ثاني حاجه، تطوير راس المال. دي النقطه، تطوير راس بشري. اي شخص مننا عنده مشاكل، اي شخص مننا محتاج كل فتره تطوير، وعشان كده الشركات الكبرى بيبقى عندها خطه تطويريه لتقنياتهم فكريه وهكذا. فتطوير راس المال البشري ببرامج تدريبيه صريحه وليس برامج تدريبيه سياحيه. دي نقطه مهمه. معظم البرامج التدريبيه اللي في الوطن العربي تنمي. اخر حاجه دي نشر معرفي واهميته. المقصود ايه بالمجتمع؟ الشركات والاستثمارات لازم افهمهم يعني ايه اقتصاد معرفي. افهم القائمين على الاقتصاد وانتاجه اللي المعرفه اللي عندي كباحثين كممتلكي معرفة هي التي سوف تفيدك في تطوير مشاريع، تطوير علشان يضرب ما يمارس وما يمارس في المصانع. ودي نقطه من النقاط المهمه اللي عشان احقق بيها اقتصاد معرفي، ربط البحث العلمي بالمجتمع، وده اللي احنا يعني محتاجين الفتره الجايه نقوم بيه كلنا نشتغل عليه. فالثلاث حاجات دول محتاجين مننا شغل على مستوى الشخصي وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى الادارات وعلى المستوى كله جميعا، محتاجين نشتغل في الشكل ده ونشتغل عليه. هنبدا بعد كده ندخل في النموذج، بس قبل ما ادخل في النموذج
ممكن استقبل اي استفسارات عن ما سبق، عشان كل اللي سبق هو تحليل احلله دلوقتي في النموذج واحاول اربطه بالتكنولوجيا الخاصه بالتعليم الالكتروني وغيرها، واديكم مقترحات ليها بحيث نقدر نشتغل عليها ان شاء الله باذن الله. تمام كده؟ في اي استفسارات في الاجزاء اللي فاتت؟ انا في جزء هسيبه لحضراتكم للمناقشات باذن الله تعالى، تناقشوه في كل اللي انتوا عايزينه تشتغل عليه معانا ان شاء الله. تمام كده؟ خلاص اكمل يعني؟ تمام. احنا هنعمل حاجه الدكتوره سمر يعني ادتني اضاءه كده، ودي بقى استفاده من المعرفه اللي بتقدموها. احنا هنخرج من هذا السيشن بمقترحات وتوصيات في كيف نوظف الاقتصاد المعرفي في التعليم والتعليم الالكتروني، وده اللي هنخليه في اخر السيشن مع بعض. من ضمنها المقترح بتاع الدكتوره سمر اللي هي لابد من وجود مراكز بحثيه بالشركات لتطوير منتجاتها، نحطها وانا متكفل ممكن اتكفل بيها ارفعها على موقعي الشخصي وشبكات التواصل الاجتماعي كتوصيات لهذا السيشن بتاعنا، ونبدا نحاول ننشرها فيما بيننا لعلها توصل لصاحب القرار ونستفيد منها، ويبقى كده عمليه نشر للمعنى. النموذج المستقبلي، وده ارهاصات من العبد لله من اخوك الصغير يعني القليل المعرفه محمد شلتون، اللي هي توظيف التعليم الالكتروني في بناء الاقتصاد المعرفي. كل اللي فات ده احنا حللناه او انا قمت بتحليله علشان اوصل لعرض نموذج بسيط ازاي اوصل لاقتصاد معرفي بتوظيف تكنولوجيا التعليم في المساعده. خلينا ندخل كده في شكل النموذج. النموذج قدام حضراتكم اهو. النموذج بيرتكز على ثلاث شخصيات يقوموا بدور فاعل، ودي اللي هذكر ليهم امثله اللي ازاي نشتغل على كل واحد فيهم. وبيقوموا على ثلاث محاور، الثلاث محاور دول اللي قدام حضراتكم سبق الحديث عنهم في النشاطات المعرفيه اللي هي الوصول للمعرفه وانتاج المعرفه ونشر المعرفه. يبقى انا عندي محاور النموذج ثلاثه: وصول للمعرفه، انتاج المعرفه، نشر المعرفه. ازاي اقدر اوصل للمعرفه بتوظيف التعليم الالكتروني واساليبه ومنصاته وغيره وغيره؟ ازاي انتج المعرفه بتوظيف التعليم الالكتروني؟ ازاي انشر المعرفه بتوظيف ادوات التعليم الالكتروني علشان اوصل لاقتصاد معرفي جيد او اقتصاد معرفي يساعد على التنميه وبناء الانسان؟ كل دول بمساعده الثلاث عناصر اللي عندي: الطالب، المعلم، المنهج. خلينا ندخل سريعا كده، خلاص انا قربت اخلص، هو ثلاث او اربع شرايح في العرض، وان شاء الله باذن الله تعالى نبدا نتناقش ونستفسر ونعمل كل ده. اول جزء عندي الوصول للمعرفه. قبل ما اوصل للمعرفه لازم استوعب نقطه جديده بحثيه ونقطه جديده حاليا موجوده، هي بتخليني انا مضطر اوصل للمعرفه، او هي بتساعدني للوصول للمعرفه. عندي في حاجتين في البحث العلمي، حاجة اسمها البيج داتا أو البيانات الضخمة، وحاجة تانية الاناليتكس ليرنينج أو الليرنينج اناليتكس، تحليلات التعلم اللي موجودين قدام حضراتكم. إيه البيج داتا دي؟ وإيه تحليلات التعلم؟ وهيفيدوني في إيه في الوصول في المعرفة؟ وكيف أصل للمعرفة بتوظيف التعليم الإلكتروني أو تقنيات التعليم الإلكتروني؟ البيانات الضخمة أو البيج داتا دلوقتي كل ما يحدث على الانترنت من تحركات حضرتك بينتج عنه بيج داتا او بيانات ضخمه. بيانات ضخمه، البيانات الضخمه دي تبدا تحلل وترجع لحضرتك هذه البيانات في شكل معلومات او في شكل منتجات اخرى او في شكل تسويق. فدي البيانات الضخمه. ودي انا كان نفسي افتح قدام حضراتكم، زي مثلا لو حضرتك تملك قناه على اليوتيوب او صفحه على الفيسبوك او حسابك الشخصي على التويتر، لما بتيجي ترفع بوست على التويتر بتقدر بيظهر لك كده زي مربعات رسم بياني
دي بتديك بيانات ضخمه، بيقول لك مين اللي عمل ريتويت، مين اللي شاف، ومين اللي دخل بناء لما شاف البوست بتاعك اللي انت رافعه ده بدأ يدخل على صفحتك، كام العدد اللي دخل، ومين اللي شاف ولا عمل ريتوي ولا عمل فيفورت ولا عمل اي حاجه من دي بس شاف، كام العدد. كل ده بيديك اهتمامات الناس ايه وهكذا. اليوتيوب بيديك اكتر من كده، وبناء عليه البيانات دي يديك مين اللي دخل عليك من الدول، مين اللي شافك، شافك من انهي ديفايس، يعني من لابتوب من غيره ومن غيره، كل البيانات دي موجوده، وبالتالي تقدر تحلل هذه التعلمات. انت وصلت لايه؟ وصلت لايه؟ في البيانات الضخمه وتحليل المعلومات. طب ازاي اوصل للحاجات دي؟ والحاجات دي بتظهر لي فين؟ وبتفيدني ايه في البحث العلمي؟ بتفيدك في البحث العلمي اللي البيانات دي بتطرح عليك حلول مشاكل، وتطرح عليك جانب توصيات او جانب حلول اللي انت لما تحللها جيدا. هديكم مثال، انا عندي بحث، انا قدمت بفضل الله 4 مقررات بنظام الموك على منصه رواق سابقا. ال4 مقررات دول انا حللتهم في تحليلات التعلم لكل فيديو، ظهر لي لكل فيديو كم واحد شافه، كم واحد تفاعل معاه، وتاثير على يعني تفاعل معاه ازاي، بتعليق، كم تعليق، وغيره وغيره. نتج معلومات كبيرة جدا وبيانات ضخمة جدا بدأت تنتج لي اللي أنا أقدر أحكم هل المقرر اللي أنا قدمته ده جيد أم غير جيد، هل المقرر ده كم واحد تسرب منه، وهكذا. حاجات كتيرة ظهرت لي جدا جدا. عشان أوصل للمعرفة بناء على توظيف التعلم الإلكتروني، حاجات كتير التعليم الإلكتروني يقدمها عن طريقها أقدر أستطيع الوصول للمعرفة. المكتبات الرقمية، شبكات التواصل الاجتماعي، و كل التولز او الادوات الخاصه بيه، التكنولوجيا النقاله او التعلم المتنقل برضو من توظيف تكنولوجيا التعليم للوصول للمعرفه. المنصات التعليميه، من منصات موك، من منصات ال ام اس او ليرنينج مانجمنت سيستم، منصات تعلم قائمه على السوشيال ميديا، كل انواع المنصات التعليميه بتخليني اوصل للمعرفه. فعلى الطالب ان يتعلم الوصول لهذه التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالتوظيف. عشان كده أنا مفروض عليا كمعلم يبقى عندي كل المهارات في التعامل مع أدوات التعليم الإلكتروني اللي تساعد على الوصول للمعرفة. يبقى دي أول حاجة دي مفروض على المعلم في النموذج، اللي يعرف كل هذه المهارات، يتعامل مع بيئات التعلم ويعرف أنواعها، المستودعات الرقمية شكلها إزاي والوصول ليها إزاي، المنصات، التعلم المتنقل، شبكات التواصل الاجتماعي، المكتبات الرقمية، عشان يقدر يوصل للمعلومة، وبالتالي يساعد الطالب الوصول للمعرفة بطريقة سهلة عن طريق هذه الأمور. المنهج دوره فين؟ في النموذج، المنهج دوره اللي هو يساعد على كيفية البحث العلمي أو كيفية البحث، يساعد إزاي أبحث عن المعلومة عن طريق كل هذه التكنولوجيا الحديثة، وكده يبقى أنا قدرت أوظف او اساعد في الوصول للمعلومه او للمعرفه اللي انا اقدر اساعد في الوصول للمعرفه عن توظيف هذه الادوات والتقنيات. طبعا دي الادوات اللي موجوده حاليا، ممكن بكره وبعده تزيد هذه الادوات، وبالتالي النموذج متطور اللي انا اقدر اطور واقدر اضيف هنا عشان اوصل للمعرفه حاجات تانية كتير طبقا للتكنولوجيا الحديثه. اول محور عندي الوصول للمعرفه وكيفيه توظيف التعليم الالكتروني للمعرفه ودور الطالب والمعلم والمنهج فيها. هنبدا ندخل على النقطه الثانيه، انتاج المعرفه. انتاج المعرفه ازاي انتج معرفه عن طريق توظيف الالكتروني. انتاج المعرفه عشان اوصل لمنتجات معرفيه رقميه، ودي اخر حاجه عندي في انتاج المعرفه عن طريق توظيف التعليم، لازم انتج منتجات معرفيه. انا موظف التعليم الالكتروني او تقنياته او اساليبه هنتج منتجات معرفيه. عشان انتج واوصل لهذه النقطه لازم امر بثلاث حاجات عشان يوصلوني لانتاج معرفه رقميه. لازم اتعلم اسس ومهارات التكنولوجيا، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا المعلومات، التقنيات المعلومات، ودي لازم يتعلمها الطالب ويتعلمها المعلم. مفيش خوف، من عشان الطالب هو مواطن رقمي فمتعلم. الطالب شاب او ظهر على التقنيات الحديثه،
من الالعاب، من البلاي ستيشن وغيره، فاصبح اسس ومهارات التكنولوجيا هي عنده، بس ممكن تكون فيها ضبابيه. وعشان كده ظهر مجال في الابحاث جديد دلوقتي اللي هو المواطنه الرقميه، اللي ازاي اتعامل معاه او اعلمه اسس ومهارات التكنولوجيا الصحيحه. فدي اول نقطه لازم يعلمها الطالب. المعلم لازم يتعلمها، عشان بعض المعلمين عنده بعض الاسس والمهارات التكنولوجيه لم يتعلمها جيدا، فدي نقطه مهمه. ثاني حاجه اسس ومهارات بحثيه. لازم البحث العلمي يتعلمه الطالب من الصغر، وليس كما تعلمناه في تمهيدي الماجستير او تعلمناه في الدراسات العليا. لا، لازم الطالب والمعلم يتعلموا، والمناهج تساعد على مهارات البحث العلمي بشكل مبسط. انا مش عايزه اللي هو يعمل بحث علمي زي ما احنا بنعمله في الدكتوراه وغيره، بس هو يعرف كيف يبحث عن المعرفه جيدا، كيف يحللها ويوصل لانتاج معرفه منها. وبالتالي دول اول حاجتين، اسس مهارات تكنولوجيه واسس ومهارات بحثيه. بالتساوي معاهم او في نفس الخط وهو بيتعلم الحاجتين دول، لازم يتعلم معايير انتاج المعرفه الرقميه بناء على الاسس والمهارات التكنولوجيه والاسس والمهارات البحثيه، علشان في الاخر ينتج معرفه رقميه. لو اتعلم المعايير دي هيقدر ينتج المعرفه الرقميه. ممكن تبقى فيديوهات رقميه، دروس الكترونيه او رقميه، اصوات رقميه، وهكذا. كل ده يقدم على المعرفه. وعلشان كده حضراتكم دلوقتي هتلاقي السوشيال ميديا مقسمه، سوشيال ميديا قائمه على الفيديو، وسوشيال ميديا قائمه او منصات تعليميه قائمه على الدروس الرقميه، وسوشيال ميديا زي الساوند كلاود قائمه على الاصوات او الساوند. كل دي معرفه، وبالتالي اقدر انتج منتج معرفي رقمي، وبالتالي انا اقدر كده ان انا وظفت هذا التعلم الالكتروني فيه. يبقى في مهارات بحثيه وتكنولوجيه، معايير انتاج المعرفه الرقميه، منتجات المعرفه. الثلاث عناصر بتوع الطالب والمعلم لازم يشاركوا في هذه النقاط، علشان نوصل في الاخر انتجنا وليس اقتبسنا وليس نقلنا، عشان معظم اللي بيجي لنا هو نقل للمعرفه ولم ننتج معرفه. وبالتالي التعلم الالكتروني هيساعدني على انتاج المعرفه من قبل الطالب والمعلم طبقا للي احنا لسه متكلمين عليه. اخر حاجه عندي اللي هو نشر المعرفه. ازاي انشر المعرفه بقى؟ رجعت تاني الجزء الاول عشان الطالب النشر، انا رجعت للبدايه تاني علشان انا هنشر المعرفه على المنصات اللي انا جبتها منها علشان غيري يوصل لها. شفتوا الدنيا عملت ازاي؟ عرفت اوصل شبكات التواصل الاجتماعي وعرفت المعرفه اللي فيها، وزي ما دكتورتنا مريم كانت بتتكلم اللي هي عدلت بعض المعرفه الغير صحيحه بشكل صحيح وعملت اعاده نشر ليها. طب انا عامل يعني هعملها ازاي؟ لازم ايه مهارات النشر؟ مهارات النشر دي اللي ازاي اتعامل مع المنصات التعليميه وانشر جواها، المستودعات الرقميه وانشر جواها، بيئات التعلم، المكتبات الرقميه وانشر جواها، شبكات التواصل الاجتماعي وانشر جواها، والتكنولوجيا النقاله وانشر جواها. يبقى انا كده عرفت مهارات النشر جوه الحاجات دي، ومهارات التعامل معها ازاي؟ يبقى دول اللي محتاج الطالب يعرفه ومحتاج المعلم يعرفه. وبعد كده هل وقفت عند كده؟ ازاي اتعاملت وازاي نشرت؟ لا، عندي مهارات التسويق. ازاي اسوق للمعرفه اللي انا نشرتها؟ النقطه اللي احنا حضراتكم دول ما سوقتش للمحاضره بتاعت النهارده، ما كانتش وصلت للمعرفه لحضراتكم، وما كنتش انا استفدت في اللي انا اوصل للمعرفه. وبالتالي جزء التسويق ده مهم جدا. في كتير من حضراتكم عنده معارف قويه جدا جدا، بس ينقصه التسويق اللي هو يسوق لنفسه. التسويق سهل دلوقتي، انت لو عملت صفحه على الفيس او صفحه على اي سوشيال ميديا ونشرت فيديوهاتك وتابعت على النشر الفيديوهات الخاصه بيك، هتلاقي ان الامور بسيطه جدا وتوصل للمعرفه بطريقه جميله ان شاء الله باذن الله تعالى. فيبقى عندي مهارات تعامل مع هذه الشبكات والمكتبات، مهارات النشر عليها، مهارات التسويق المعرفه للناس، وده لازم اعلمه للطالب والمعلم، ولازم المنهج ينادي بيه، حتى لو منهج لا صفي. عشان بعض الناس هتقول لي المناهج دي انت هتحملها ازاي والمناهج مطوره وغيره وغيره، حتى لو هعملها انشطه لا صفيه او منهج لا صفي تطويري للطالب، فيبقى للجزء ده.
ما هو الاعلان يا دكتور ياسر هو تسويق ليها. الاعلان هو بدايه التسويق، الاعلان هو بدايه التسويق. هي اعلنت عنها، لو لم تعلن عنها ما قلناش يعني حضراتكم شرفتوني واكرمتوني بوقتكم اللي انا اقدم لكم معلومه او معرفه. فالاعلان عنها هو بدايه التسويق. فالاعلان اصل انا متخصص، التخصص الثاني بتاعي في الميديا والاعلان، فالاعلان جزء تسويقي فيه اللي انا بعلن عنها وهكذا. وعشان كده كان زمان ايام التاريخ الاسلامي لما كان الحاكم بيعلن عن حاجه بيعلن عنها بيسوق لها بخبر حكم اعدام عن حد او بفرمان جديد او غيره او غيره، بيلف المنادي في السوق يعلن عنها هو يسوق ليها برضه وهكذا. تمام؟ اوصل بقى بعد كده المعرفه اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام؟ المعرفه اللي اتكلمنا عليها لازم تطور راس المال البشري. لو الثلاث مراحل اللي وصلنا لها دي لم تطور راس المال البشري خلاص مش هيبقى فيه اقتصاد مالي. طب ازاي المعرفه اللي وصلنا لها في الثلاث حاجات دي كلها لازم تطور راس المال البشري؟ وتطور راس المال البشري في ثلاث حاجات، اللي هو هعلم الطالب بتاعي والمجتمع اللي التعلم ما اصبحش مجرد حصولي على الشهاده يبقى انا كده وتوقفت عن التعلم. لا، انا هتعلم للمعرفه. انا هتعلم للمعرفه، يبقى انا وصلت في التوظيف التكنولوجيا وغيره دي اللي انا هتعلم للمعرفه. هتعلم للمعرفه ازاي؟ اللي التعلم ليس وقفا على شهاده، لا، وصلت في توظيف الثلاث حاجات دول اللي انا وصلت الطالب بتاعي اللي التعلم مستمر عشان انت لازم كل يوم تعرف. التعلم من اجل العمل او من اجل التطوير داخل العمل، ودي نقطه من النقط المهمه. التعلم من اجل العمل، كل شخص مننا لازم يتعلم لتطوير العمل داخله، لتطوير عمله، لتطوير ما يقدم. وعشان كده الشركات الكبرى بتقدم تعلم او تدريب مستمر عشان تنتج عنها. تاني حاجه التعلم للتعايش مع الاخرين، ودي نقطه مهمه جدا جدا. التعلم للتعايش مع الاخرين نقطه مهمه. الكثير منا له نظره مخالفه عن الاخرين لانه لم يتعلم التعايش معهم، لانه لم يتعلم ثقافتهم، لانه لم يتعلم معرفتهم جيدا، وبالتالي لم يصل للمعرفه. يبقى ناتج المعرفه الثلاث حاجات دول، ناتج المعرفه الثلاث حاجات اللي هيوصلني: التعلم من اجل المعرفه، التعلم من اجل العمل والتطوير، التعلم من اجل التعايش مع الاخرين. والثلاث حاجات دول هيوصلوني لاقتصاد معرفي قوي. وكل دول نتاج النموذج لو وصل لي. لو النموذج ما وصلش دول يبقى نموذج غير صالح، وبالتالي المعرفه بتاعتي غير صالحه والمعرفه غير صحيحه. الثلاث حاجات دول هما النتاج اي معرفه لو وصلنا للمعرفه. عشان كده ممكن تلاقي عالم ولكن اخلاقه غير صحيحه، تعامله مع الاخرين طريقه غير صحيحه، وبالتالي اقتصاد المعرفي فاقد. ليه؟ المعرفه التي يمتلكها هذا العالم لا تفيد الاقتصاد ولا تفيد المجتمع بسبب بعد. انا بخاف من الشخص ده علشان النقطه. فدي نقطه من النقاط المهمه. اتمنى تكون الموضوع بسيط على حضراتكم. وصلنا للاسئله والاستفسارات. واتمنى تكون يعني الموضوع مبسط ومفيش اي مشكله فيه. انا هكتب الاسئله وبعد كده اجاوبها ونتناقش فيها بشكل سريع. انا حاولت اختصر المعلومات بشكل مبسط، حاولت ابسطها علشان الموضوع انا عارف اللي هو يعني ثقيل على بعض الناس، بس زي ما قلت لكم النقطه انا بتكلم على ممكن فلسفه. تمام كده؟ سؤال حلو، مصر فين في توظيف التقنيه؟ ده اول سؤال. تمام كده؟ ربنا يبارك لكم بالخير. انا يعني ادوني اسئلتكم ونتناقش فيها مع بعض ونفتح ربع ساعه كده ونشتغل عليها ان شاء الله. اقتصاد المعرفه يقوم على عده اشياء، ده سؤال ولا حضرتك هتضيف؟ استاذنا العزيز محمد.
انا بكتب الاسئله عندي وهجاوب على حضراتكم على طول ان شاء الله. كيف جودة الأستاذ علي الشيخ؟ بيسألنا حاجات يعني في الصميم. المخرج التعليمي. تمام. التحديات والمعوقات. والله كلنا بخير يا أستاذة أميرة، يعني أقول لكم أنا مصري مقيم في السعودية، يعني مصري سعودي. معايا كده في اسئله تاني، انا كتبت الاسئله بتاعت حضراتكم هبدا اجاوب عليها. قائم على الفرد ام المنظمه التعليميه؟ تمام استاذ محمد صاد المعرفه. قائم على الفرد ام المنظمه؟ اجاوب على الاسئله دي وبعد كده استقبل الاسئله بتاعت حضراتكم التانيه وافتح مجال النقاش ان شاء الله. كلنا عرب صح يا استاذ علي، دي حاجه جميله صح. خليني اقول السؤال، اول سؤال عندي، هل توظيف في توظيف التقنيه في التعليم في مصر وفي المدارس وغيره؟ خلوني اكلمكم بنظره، مش هقول ان انا الراجل بقى المتخصص في التعليم الالكتروني، بس انا ليا نظره مجنونه شويه في التعليم الالكتروني او في التعليم. انا ماجستير ودكتوراه في التعليم، اكاد اكون على نفس الحال في البحث عن تقنيات التعليم. في التعليم تقنيات التعليم وحطوا تحتيها من خط، اذا لم يكون تطبيقها صحيح وطبقت بشكل موضه فلا داعي لتطبيقها، فانها تعطل العمليه التعليميه. خلينا نتكلم بصراحه. فعلشان كده التقنيه في المدارس وغيره لازم يعتمد على تحليل جيد للمعلومات والمعارف اللي موجوده فيها، وبناء عليه انا بقترح التقنيه اللي هتساعدني في كذا وكذا، وليس فكره موضه. انا بطبق الايباد في المدارس، في تطبيقات في تكنولوجيا التعليم وتقنيات التعليم. واخر خبر انا سامعه النهارده في الخاص بالوزير بينادي على تطبيق الفصول الفصل المقلوب في التعليم. وزير التعليم سؤال على ردا على توظيف تقنيات التعليم في مصر وغيره وغيره. في تجارب كتير في مصر ممكن احاول انقلها لك استاذنا العزيز في هذا النقطه، استاذ علي الشيخ. تمام؟ خلينا ارد على الاسئله واستقبل بقى الاسئله اللي انتم بتكتبوها، بس عشان ما تهربش بس. في سؤال تاني عندي، اقتصاد المعرفه يقوم على عده اشياء. بالفعل احنا وضحنا دي، في عده اشياء في اقتصاد المعرفه يقوم عليها. يقوم على تحليل المعلومات، تحليل المعرفه. لو رجعت اللي في عده اشياء يعني تخليني يبقى عندي اقتصاد قوي. هجمع كل الابحاث دي على تويتر قدام حضراتكم الحسابات الشخصيه بتاعتي، وهعمل زي فولدر لكل الابحاث في الاقتصاد وارفعها على جهاز عشان الناس. لو التحديات الخاص المعرفي، التحديات والمعوقات الخاصه بالاقتصاد المعرفي جزئين مهمين جدا، جزء خاص بالبنيه التحتيه وجزء اخر في التحديات والمعوقات خاص بالثقافه الشخصيه والثقافه الخاصه بالاشخاص والقائمين على صناعه القرار. هي دي التحديات في الاقتصاد المعرفي. لو فهم مدى قوه المعلومه والمعرفه لقراره هيبقى في اقتصاد معرفي قوي، فدي نقطة من نقاط التحدي. كيفية جودة المخرج التعليمي، كيفية جودة المخرج التعليمي ببساطة محتاجة إخلاص من جميع القائمين على العملية التعليمية. دي أول نقطة. إخلاص على القائمين على العملية التعليمية، كلنا نخلص في تقديم العملية التعليمية. وبعد كده نمشي على الاجراءات الخاصه بالمخرج التعليمي اللي مكتوب عنها في الجوده وغيره. بس لو طبقنا الاجراءات الخاصه بجوده المخرج التعليمي بدون اخلاص من جانبنا وايمان بيها، لن يكون في مخرج او جوده مخرج تعليمي جدا. تمام كده؟ اخر سؤال وبعد كده اخد الاسئله بتاعت حضراتكم. هقول لكم دلوقتي. المعرفه هل قائم على الفرد ام المنظمه التعليميه؟ هو قائم على كل من يبقى عنده اقتصاد معرفي خاص بيه. انا كشخص انا ببص لنفسي كمحمد مجتمع صغير، ده ليه احتكاكات بطلاب ليه كذا، بالتالي انا عندي اقتصاد معرفي بنميه علشان اوصل ليه. في اقتصاد معرفي شخصي وفي اقتصاد معرفي قائم على المنظمات التعليميه بجميع اساليبها، وده اللي احنا عرضناه النهارده. اللي عرضناه النهارده هو قائم اكتر على المنظمات التعليميه وغيره وغيره. فدي نقطه من النقط اللي احنا محتاجين.
ارد على باقي الاسئله. ما الذي يستند اليه مفهوم المعرفه في المؤسسات؟ والله في المؤسسات يعني مفروض طبقا للعلم، يعني مفهوم المعرفه بالنسبه لهم هو المعلومات، فهو طبقا ليهم هم ان هو يستند عليه، بس دي مش دي المعرفه. المعرفه هي تطبيقها في المؤسسه نفسها، كيف اطبقها في المؤسسه بشكل صحيح بناء على المعلومات والبيانات التي تحدث. فدي اول نقطه لازم نبنيها، عشان كده لازم ننشر في المؤسسات المعرفه جيدا، لازم ننشر في المؤسسات المعرفه جيدا. دكتور بكر بيسال كيف يمكن اقناع الطالب والدفع به للانتقال للمعرفه الرقميه واستخدامها بشكل ايجابي. الطالب هو مدفوع للمعرفه الرقميه، بس الدور بتاعنا اللي احنا ازاي نخليه بشكل ايجابي، ودي اللي بنصح حضراتكم بيها، اللي هي دراسه الجزء الخاص بالمواطنه الرقميه. المواطنه الرقميه بتساعدني اللي انا احمي ابني في البيت واحمي الطالب معايا اللي هو من المعرفه الرقميه الغير صحيحه، من الممارسات الرقميه الغير صحيحه. فالمواطنه الرقميه هتساعدني فيه، بس الطالب مقتنع بالمعرفه الرقميه، مقتنع معاه جوال، معاه بلاي ستيشن، معاه العاب الكترونيه، معاه كمبيوتر ولابتوب، وكل دي ما كانتش موجوده على ايامنا. احنا عرفنا الكمبيوتر لما دخلنا الجامعه او بعد الجامعه كمان. فدي نقطه من نقاط عنصر المنهج، هل يوجد صعوبه دكتور شريف؟ هل يوجد صعوبه في تنفيذه وفقا للنموذج؟ ما فيش صعوبه. ممكن الصعوبه اللي انا لو هضيفه جوه المنهج اللي هو بقى محتاج الوزاره وغيره، بس انا اقدر كعضو هيئه التدريس اضيف هامش او بعض الافكار التي تنمي المعرفه وتوظيفها والوصول ليها. ودي نقطه ممكن اعلمها لطلابي عن طريق، فدي نقطه مهمه جدا. دكتوره غاده او الاستاذه غاده، لماذا المحتوى العربي على الانترنت يفتقد الى الجوده وعدم الابداع؟ والله دي يا استاذتنا او يا دكتورتنا، المحتوى العربي يفتقد الى الابداع لانه لا يستند على اسلوب علم صحيح، لانه لا يقوم على ترتيبه صحيحه. هو مجرد انا عايز يبقى عندي محتوى عربي، عندي موقع، عندي مدونه، عندي قناه، وبالتالي هو الشكل بس او الموضه علشان يبقى عندي فولورد، عندي متابعين. الاهتمام دلوقتي، ودي بسمعها كتير وسط ناس كبيره، انت عندك كم متابع؟ انا بقول لهم يعني ليه يا رب؟ المواقع الجنسيه ليها متابعين كتير، بس هل ليها فايده؟ ملهاش فايده. وبالتالي لازم الانسان يقيس هذا، هل المعرفه اللي انت تقدمها ليها جوده؟ عشان كده نوصل للجوده فيها وغيره وغيره. تمام كده؟ الاهتمام بالشكل وليس المضمون. في حد عنده اي اسئله تاني؟ اعتقد انا جاوبت على جميع الاسئله التي طرحت في الاستاذ عبد الله شيري. التعليم الالكتروني هل اصبح ضروره في الوقت الحالي؟ في حاله نعم نلاحظ ان لا يزال هناك مقاومه كبيره. بص يا استاذنا، انا زي ما بقول لحضرتك انا متخصص في التعليم الالكتروني، هو اصبح ضروره في بعض الاحيان ولكن تطبيقه بشكل سيء، ودي نقطه مهمه. المتخصصين في التعليم الالكتروني، سامحوني الناس اللي معايا لو متخصصين في التعليم الالكتروني، عند تطبيق التعليم الالكتروني داخل المؤسسات التعليميه من مدارس وجامعات لم يطبقها بشكل جيد، اصبح في صدام بينه وبين القدماء او الجهه الرافضه، ودي نقطه من النقاط المهمه، دي نقطه من النقاط المهمه. لازم زي ما بقول لك ايه، تاخدهم بالحنين كده، تفهمهم التعليم الالكتروني لن يلغي دورك عشان توصل لتطبيق اي شيء. لازم تفهم الناس اللي موجودين جوه المؤسسه ان التعليم الالكتروني لن يلغي دورك، لا ده بالعكس، الشخص ذو خبره في المحتوى العلمي انا محتاجه في التعليم الالكتروني علشان يفيدني في التصميم التعليمي الخاص بالتعليم الالكتروني، هيفيدني في جوانبه، فعلشان كده اقدر اعالج هذه المقاومه. فاحنا محتاجين بس تغيير لاساليب التطبيق وليس الغاء التعليم الالكتروني. دي نقطه من النقاط المهمه. البحث العلمي طبعا اساسي لحل المشكلات، بس البحث العلمي دكتورتنا واستاذتنا الدكتوره مريم، البحث العلمي الصادق وليس الغرض منه الحصول على شهاده. البحث العلمي الصادق الصادق، دي نقطه من النقاط المهمه. تمام كده؟ كلنا يا استاذه اميره بنستفيد من المواقع الانجليزيه اكثر، ودي نقطه مهمه جدا جدا. يعني دي نقطه من النقاط المهمه، كلنا بنستفيد عشان المواقع الانجليزيه ماشيه باسلوب علمي اكثر من العربي، بس ان شاء الله باذن الله تعالى بحضراتكم ومعارفكم هتقدروا يعني نلغي الموضوع ده ونرجع ليه. دكتور علي، هل يمكن السيطره على المواطنه الرقميه؟ يمكن السيطره.
في مجموعة محاضرات على القناة عندي عن المواطنة الرقمية، أكثر من 38 محاضرة على المواطنة الرقمية كاملة، وفي نهايتها نموذج تطبيقي داخل المؤسسات التعليمية للمواطنة الرقمية بإذن الله تعالى عن المواطنة الرقمية، تقدروا تطلعوا عليه، ولو في حد محتاج مناقشة في الجزئية دي أنا تحت أمركم فيها إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لسؤال الدكتورة علي، الدكتورة سمر، عندما يقوم المعلم بجعل المحتوى جاذب يقوم بدفع الطلاب للإقبال على التعلم الإلكتروني، بس في نقطة دكتورتنا دكتورة سمر، أنا مش هقدر أجعله جاذب بدون الاستناد لتصميم تعليمي جيد، لازم أتعلم التصميم التعليمي، التصميم التعليمي هو الذي يقيس كل ده، هيجعله جذاب وهيجعله قائم على أسس علمية صحيحة، التصميم التعليمي للمحتوى الإلكتروني مهم جدا جدا في الجزئية، تمام كده؟ فدي نقطة مهمة. في أي أسئلة تاني؟ أنا معاكم، معاكم للآخر. أنا بستفيد من حضراتكم والله ومعلومات حضراتكم، وأنتوا أكثر معرفة مني، يعني أنا مجتهد فقط لا غير، يعني كل اللي قدمته ده اجتهاد. العلوم الإنسانية تقدم كتير يا أستاذ محمد للاقتصاد المعرفي. كل العناصر اللي شرحناها في كل شريحة نقدر نطلع منها أبحاث في العلوم الإنسانية، في علوم المجتمع، علم الاجتماع مثلا، في التربية وغيره، في كل الأجزاء دي موجودة نقدر نطلع منها أفكار، بس نقتنص هذه الأفكار، نقدر نطلع منها أفكار كبيرة جدا جدا، تمام كده؟ فدي نقطة اللي العلوم الإنسانية تقدر تفيد طبقا كل واحد تخصصه. اللي بنادي ليه للباحثين بتوعي، انا يعني الكليه بتاعتي كليه دراسات عليا فقط ماجستير، فكليه دراسات عليا الماجستير، اللي بنادي ليه للباحثين اللي هو لازم يحلل كل موضوع جيدا، فحلل الاقتصاد المعرفي بجميع جوانبه، حلل مجتمعات المعرفه بجميع جوانبها، هتطلع لك نقاط تنفعك في التخصص بتاع العلوم الانسانيه، تمام كده؟ انا لست عالم، لم اصل الى العلم يا استاذه اميره الى الان، أنا لسه متعلم، لم أصل إلى هذا، يعني مش فكرة التواضع على أي شيء، بس لم أصل، فدي النظرة. أستاذة فاطمة، المعلمين يحتاجوا لدورات تدريبية مكثفة، بالفعل ده بيحدث، بس لازم المعلم يساعد على هذه النقطة. هل المعلم يحتاج إلى إيه؟ لازم يصارح نفسه، أنا عندي نقص في إيه؟ المحاضرة أنا بسجلها دلوقتي هرفعها على القناة التعليمية الخاصة بيا، والجامعة هتوفر لكم البرزنتيشن ده، هيبقى موجود عند حضرتك. يعني انا بسجلها والجامعه بتسجلها ان شاء الله باذن الله، يعني كل حاجه لا تقلق. التواصل معايا قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي قدامكم، ده الحساب الشخصي بتاعي على التويتر وعلى الفيس وعلى الانستجرام، وده موقعي الشخصي في كل حساباتي الشخصيه بما فيهم القناه. تمام؟ يعني استاذنا محمد جرالله الله ربنا يجازيه خير، هو صاحب هذه المبادره الجميله في الجامعه، يعني بيقول لحضراتكم اللي هيبقى موجوده على منصه التزامن، وكمان موجوده على القناه عندي، انا رفعت لكم الحسابات التواصل بتاعتي، والقناه هرفعها لكم حالا دلوقتي، القناه التعليميه الخاصه بيا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف. القناه الخاصه بيا يعني اقدم عليها، دي القناة الخاصة بيا، هتلاقوا فيها جزء عن التعليم الإلكتروني، وفيها جزء عن الجرافيك والميديا، عشان أنا معايا تخصص تاني، عشان الناس ما تسألش إيه العلاقة بدي ودي، وعامل دمج بين الاتنين، يعني عامل بين تخصص بين الجرافيك والميديا وبين التعليم الإلكتروني. تمام كده؟ تحتاجوا أي شيء تاني، أي أسئلة أو أي استفسارات أرد عليها تحت أمر حضراتكم. معكم إلى النهاية. اي استفسارات او اي اسئله او اي ملاحظات اقدر اجاوب على حضراتكم. جزاكم الله خير، انا اللي بشكر حضرتكم وحضراتكم جميعا اللي اتحتوا لي الفرصه اللي استفيد من خبراتكم، واللي انا يعني اتفاعل معاكم اليوم ان شاء الله. اتمنى يعني يبقى في تواصل بينا، قدام حضراتكم التواصل اللي انا كتبتها. والله انا في العماده بقدم استمرار في تقديم دورات، ان شاء الله باذن الله تعالى انا بطرح على قناتي مبادرات تانية كتيره باذن الله تعالى، في دورات مجانيه على قناتي، في حاجات كتير يعني بحاول اساعد بيها، فان شاء الله باذن الله تعالى اللي عايز يتواصل معايا في نقطه معينه محتاجين فيها محاضرات ممكن نقدر نقدم فيها محاضرات وارفعها لكم على القناه،
وهكذا يعني. بس قولوا لي وان شاء الله يعني ربنا يعيننا وكده. استاذه فاطمه انا ما اعرفش موضوع الشهاده، ممكن الاستاذ محمد جرالله الله يشوف يعني. الامور متاحه باذن الله تعالى. انا يعني ان شاء الله خلال الفتره الجايه بطرح برنامج جديد عن الجرافيك والميديا، وبرنامج اخر مقابل ليه عن التعليم الالكتروني في تخصصات معينه ان شاء الله باذن الله. في مجموعه ابحاث شغال عليها، في مجموعه كتب كمان باذن الله تعالى شغال عليها هطرحها، خاصه بالبحث العلمي وخاصه بالتعليم الالكتروني بتقنيات حديثه. فادعوا لي يعني الفتره الجايه ان شاء الله تخرج بالخير باذن الله تعالى. في دوره مجانيه شغال عليها على القناه عندي عن الانفوجرافيك، وشغاله بقى لها كتير وهكذا. ربنا يكرمكم بالخير يعني. كل الحاجات دي متاحه على القناه تقدروا تستفيدوا منها، متاح اللي انتوا تتواصلوا معايا. كل دي حساباتي الشخصيه بنفس هذا الحساب، موقعي الشخصي هتلاقوا في اخر الموقع الشخصي من تحت برضو كل حساباتي الشخصيه، ورابط القناه الشخصيه الخاصه بي على اليوتيوب تقدروا تشتركوا فيه، وان شاء الله باذن الله تعالى يفيدكم باذن الله تعالى. تمام. انا لا اعلم حاجه عن الشهادات، هل في شهادات ولا لا؟ استاذنا الجميل استاذ محمد جرالله الله ممكن يفيدكم في هذه النقطه في هذه الاجزاء. فخلونا انا في المعرفه والمعلومات والسؤال عن الشهادات وغيره لاهل التخصص يعني. تمام. في اي شيء قبل ما اسيبكم على خير وفي رعايه الله طبعا، كل سنه.